من السليمانية مشاهدينا تنضم إلينا الزميلة روشن قاسم. زميلة روشن، مرحبا بك. مرحبا بكم. بداية، منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت السلطات بإقليم كردستان باعتقال العشرات من المتظاهرين وأيضا من ضمنهم إعلاميين، يعني بذلك نستطيع القول بأن سلطات الإقليم تجاوزت الحدود المعقولة للتعامل مع المظاهرات؟ أنا بالبداية تحية لك ولمشاهدي فضائية اليوم. أهلا بك. طبعا يعني ما هذا ليس هو التقرير الأول بالنسبة للمنظمة فيما نعم، يخص الحريات بإقليم كردستان، وموضوع الاعتداء على الصحفيين وقمع الصحفيين. يعني نحن نعرف بأن كان هناك مظاهرات بأواخر شهر آذار من قبل الكوادر التدريسية وأيضا الأطباء، يعني الكوادر الطبية في محافظات إقليم كردستان، يعني استنكار وتنديد واحتجاج على نظام الادخار الإجباري الذي اتخذته حكومة الإقليم من 2015. نعم، فكان لأول مرة هذه الاحتجاجات تصل إلى محافظات أربيل ودهوك، وكانت هي يعني هي كان سابقة بالنسبة للاحتجاجات اللي كانت تحدث. يعني نحن نعرف بأن كانت دائما محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها وأيضا محافظة حلبجة كانت دائما هي من فقط يعني المظاهرات أو الاحتجاجات الجماهيرية كانت محصورة في هاتين المحافظتين. لأول مرة بآذار الاحتجاجات الأخيرة وصلت هذه الاحتجاجات إلى أربيل. نعم، طبعا واليوم الأول لم يحدث هذا التضييق، ولكن من اليوم بدءا من اليوم الثاني للاحتجاجات كان هناك قمع لهذه الاحتجاجات وحصار للمحتجين، وكان تضييق على الصحفيين لعدم نقل ما يحدث في أربيل، فما اضطر المتظاهرين بأن يصوروا عن طريق موبايلاتهم يعني هواتفهم المحمولة، وكان ما يعرف بأزمة الموبايلات أو قمع الموبايلات في أربيل. طبعا هذه سابقة كما يعني الكل يعرف بأنها هي خطيرة فيما يخص موضوع الحريات بإقليم كردستان، وهذه ليس المرة الأولى التي يصدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش التقرير حول موضوع الحريات بإقليم كردستان. كنا نتفائل، يعني كان العديد يعني من المثقفين والصحفيين يعني كنا نتمنى أن لا يحدث هذا الشيء، وأن تنضم أربيل ودهوك إلى باقي المناطق الاحتجاجية، وأن المواطن في إن كان المواطن في السليمانية يستطيع أن يعبر عن رأيه، أيضا المواطن في أربيل وفي دهوك أن يستطيع أن يعبر عن رأيه. طبعا لم تم اعتداء على صحفيين واحتجاج نعم، احتجاج صحفيين أيضا، يعني وما ذكره التقرير يعني نحن كنا شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات التي كانت تبث من أربيل ومن دهوك، وترصد حالات الاعتداء بالضرب إن كان على المدرسين على المحتجين نفسهم أو على الصحفيين. طيب روشن، من خلال مراقبتك للوضع، يعني هل لقيت إلى الآن المظاهرات آذان صاغية؟ طبعا كان هناك رد فعل من قبل الحكومة. رد فعل الأول كان من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان لم يكن بالمستوى المطلوب للأسف، ولكن فيما بعد تم تعديل نظام الادخار، يعني كان الادخار يصل إلى 75% من رواتب الموظفين، الآن الادخار أصبح بين 30 ل 35%. هذا ما حدث، وطبعا بالنتيجة قمع هذه الاحتجاجات، ورغم أنها يعني كانت مستمرة
اللي قبل أسبوع في يعني استمرت هي في محافظات السليمانية، لكن في أربيل ودهوك تم قمع هذه الاحتجاجات وعاد الموظفون إلى دوامهم الرسمي. والآن الوضع يعني كما تعرفون بأن نحن مقبلون على الانتخابات، وبدأت الحملة نعم الدعائية لانتخابات مجلس النواب يعني اليوم في إقليم كردستان. فالمزاج العام الآن تغير، هناك صراعات سياسية، وقد يستفاد منها المواطن في إقليم كردستان من هذه من هذه المنافسة، بأن تحدث يعني يحدث هناك نوع من التعديلات في بعض القوانين والإجراءات التعسفية يعني التي اتخذت بحقه، موضوع التقشف وما إلى ذلك من الأمور. نعم شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الزميلة روشن قاسم، كنت معنا من السليمانية.